يلا يا حمو استنينا كل ده حمو لكل المواقع اللي موجوده معانا. انا بحبكم واشوفكم احسن مصايعين في الدنيا. اليوم كان جميل وبامر الله ما فيش اي كلام خارج. مضيت على ايه بقى جوه؟ اقرار مفيش اي لفظ خارج يتقال ونمشي تبع الكلام. طب انت كنت الاول مقدم ان انت تكون عضو في النقابه، دلوقتي بقى بتكمل الورق بتاعك ولا هتعمل ايه؟ ربنا يكرم بقى، يعني نخليها مفاجاه كده. طب شايف القرارات بتاعت الاستاذ مصطفى النهارده ازاي يعني؟ زي العسل. ونصيحته ليكم؟ بقول لك والله زي العسل. احنا لقينا حد بياخدنا وينصحنا. الاول كنا بنتكرش، يعني الاول كنا بنقول نطلعوا بره. زي النهارده من 3 سنين كنت بتزعق في النقابه دلوقتي بياخدونا احنا كنا عاوزين كده، نفسنا في كده. بس واحنا تحت قرارات سياده النقيب طبعا. لو ان انت ما تعملش اي حاجه. لا مفيش ولا قبل كده ولا بعد كده. يلا بحبكم ويومكم جميل. يلا جميل صنعونا السفر. يلا صاحبي خلاص بس.